السلام عليكم ورحمة الله. هذا معنا فورد تورس 2013-2014. طبعا السيارة فل كامل، مسجل خاص بها سوني، عندهم ضخم صوت. كان عنده مشكلة في الصوت، ما في صوت بالمرة. طبعا الصوت كان بالمرة ما في، كان عنده الضخم حق الصوت بالمرة فاصل. انشغل معنا بالكامل. إذن كانت تركيا أبرز التصريحات لقائد قوات فاغنر بروغوجين، حيث تحدث لأول الآن شغل معنا ما شاء الله تبارك الله، شغل حتى التحكم من الدركسون. خبر عاجل، طبعا مشكلة المسجل هذا ما هو من الاي سي حق الصوت، هذا من المضخم حق الصوت، لأنه فئة الفل كامل عنده مضخم صوت. كل شيء كان شغال معه، الراديو كان شغال، كل شيء كان شغال، بس بدون صوت. تحكم الصوت ما كان يطلع، الأرقام حق الصوت هذه ما تطلع، حتى تحكم الدركسون ما يطلع، لكن القنوات كل شيء كان شغال معه. أول مرة نصور عليها هذه السيارة، يعطي خيرها في شرها إن شاء الله. الرجاء الاشتراك في القناة ومتابعة كل جديد. أخوكم أبو لؤي، 0579937272.